السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده بحصريه على قناتنا لمواليد برج القوس. نشوف دلوقتي قراءتكم هتقول لكم ايه. هنشوف التقدم، هنشوف الخير، هنشوف كل ما هو جميل في حياتنا الفتره اللي جايه، من تغيرات، من انفراجات، من تحسين حظ باذن الله. يلا بينا بقى نشوف فنجاننا هيقولنا ايه. بس طبعا بشكر كل المتابعين الجدد اللي نوروني وشرفوني في قناتي، واكبر تحيه طبعا للمتابعين حبايب قلبي اللي عندي. اهلا وسهلا بيكم في قناتنا. يلا بينا بقى نشوف قراءتنا فيها ايه. بنقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شجره هتطرح عليكم بالخير الفتره دي. اول حاجه، انتوا الفتره دي عندكم حاجه هتتم على خير. الحاجه اللي هتتم على خير دي طوال انتظارها، رغم ان ايمانكم قوي بالله وان ربنا دايما بينجيكم من كل حاجه في حياتكم. حتى دايما لو انتوا قعدتوا مع نفسكم بتلاقي ربنا بينصركم على من اذاكم. انتوا طيبين جدا، بتتعاملوا مع كل اللي حواليكم بما يرضي الله. مهما يحصل في حياتكم رامين حمولكم على ربنا. الفتره دي هتسمعوا خبر طال انتظاره بشكل كبير جدا، منتظرينه بقى لكم مده، عايزين تسمعوا بخصوصه اي حاجه. كمان في حاجه حلوه هتحصل لكم هتفرحكم برضو باذن الله. انتوا عندكم طاقه انتظار بفارق الصبر، حاسين ان صبركم طال ومفيش اي حاجه حصلت. فان شاء الله باذن الله ربنا هيجعل لكم الحاجه اللي ضاعت منكم هتكون خير ليكم، وهيعوضكم تجديد او هيعوضكم بتغيير السكن او تغيير البيت او النقله الجديده اللي انتوا فيه حالكم، او انتوا في طريق ليكم او في الطريق اللي انتوا ماشيين فيه حاليا. حب جديد، بدايه جديده، تنبيه جديد، في تفكير جديد، في علاقه جديده، في حاجه جديده هتحصل لكم. من وقت للتاني بتحسوا بحاله خمول، حاله كسل، حاله ارهاق، في حاجه مسببه لكم توتر في حياتكم. في تحسين على الوضع المادي المالي بتاعكم. ليه؟ لان انتوا هتحرروا نفسكم من تقيد، هتحرروا نفسكم وهترموا شبكه ناس كتيره جدا في اضواء ليكم او حضن بخصوص اطفال او بخصوص حبيب، في حد بعيد عنكم هتاخدوه في حضنكم وهتطبطبوا عليه، او انتوا هيبقى في لم شمل، او هيبقى في شفاء من مرض الله اعلم. حد مريض عندكم، حد نفسيته تعبانه عندكم، هيبقى في شفاء باذن الله، وهيبقى في تقدم ليكم او راحه ليكم انتوا او خير ليكم انتوا. شوفوا انتوا محتاجين ايه، الحاجه اللي انتوا محتاجينها او ناقصه عندكم هي اللي ربنا هيكملها لكم على خير باذن الله. ليه؟ علشان انتوا مريتوا بفتره صعبه، مريتوا بفتره ارهاق، كان باين عليكم التعب قوي، كنتوا تعبانين او كنتوا حيرانين، وتوجب عليكم ان انتوا لازم تاخدوا راحة، لازم تاخدوا حقكم في النوم، لان انتوا مريتوا بعلاقة او مريتوا في فترة او حصل عندكم فترة من الفترات كان فيها ازمة كبيرة جدا، كانت فيها تعب نفسي، بس الامور بدأت تتحسن. ليه؟ علشان انتوا بدأتوا تبعدوا. في تراكم او في علامة على القلب، العلامة اللي على القلب دي ممكن تكون تراكمات، ممكن يكون زعل من حد ما توقعتوش ان انتوا تزعلوا منه الزعل ده. بس صدقوني ربنا هيهون عليكم الفترة دي وهتعدي على خير، وهيكون في رزق من عند ربنا بيترتب لكم. الرزق ده ممكن يكون سفر، ممكن يكون تغيير. انتوا عندكم ريان الفتحة، ريان الفتحة ده لإما لخطوبة، لإما لرجوع وهتكونوا مبسوطين، لإما لخروج من المحنة اللي الله أعلم. بس انتوا أو هتحضروا مناسبة لحد، في بداية فتحة عندكم أو قراية فتحة. في هنا مجهود من ناحية العمل، بتبذلوا مجهود كبير أو بتبذلوا حاجة كبيرة لحياتكم. في أمور عايزين تستقروا فيها بس مش عارفين، أو بتحاولوا بقدر المستطاع تثبتوا رجلكم على الطريق اللي أنتم محتاجين يكون في فتحة خير ليكم. أنتم من ناحية الماديات عندكم في تحسن، داخلين في مشروع والمشروع ده هيكون خير، بدايته صعبة بس نهايته جبر، وتأكدوا من كده. كل حاجة في البداية بتكون صعبة، فما تقلقوش من وصول الحلم بتاعكم
في الوقت المناسب. مين الشخص اللي بيحبك بس دايما بيحاول يخفي مشاعره اتجاهكم، او يخفي ان هو بيحبكم، او ما بيظهرش المحبة علشان مش عارف، لاما هو ما بيعرفش يعبر او هي ما بتعرفش تعبر، لاما هم مش عارفين يظهروا المحبة في الوقت ده عشان ممكن يكون في سبب منحهم او في حاجة منعاهم، الله اعلم. كمان انتوا هنا في شخص اذاكم هتنسوه وهتبعدوه عن حياتكم، وهيبقى في خطوة جديدة او طاقة جديدة. زي ما قلت، الفترة التعب دي او المعاملة اللي كانت حد بيعملها لكم في فترة انتوا كنتوا محتاجين الطبطبة، انتوا قررتوا ان انتوا تمشوا، قررتوا ان انتوا تبعدوا. في نفس الوقت عندكم اكتر من حلم بتحلموا بيه، بيكون بيدل على الرزق. البعض منكم بيحلم باحلام جميلة بتدل على الخير وعلى الرزق، وبيقول لحد الان ما فيش اي حاجة يعني اتحققت، كل حاجة في الوقت المناسب. انتوا خلي املكم في ربنا كبير، علشان انتوا في فترة انتظار، وفترة الانتظار دي بتكون مرحلة جديدة لتخطيط اللي انتوا فيه. كمان هنا في مشكلة صحية او في حالة نفسية تعباكم شوية، رغم ان هيكون في تحسن. حرف السين وحرف الدال وحرف الالف في رابط بينكم قوي، في رابط قوي بينكم وبين الحروف دي. نجمكم خفيف، والنجم الخفيف ده ان انتوا بتسحبوا الطاقة السلبية من اي حد ومن طريق التاني. انتوا عندكم تحقيق امر، وتحقيق الامر ده هيكون حلم انتوا بقالكم مدة عمالين تحلموا بيه، هيتحقق الفترة اللي جاية وهيكون طاقة ايجابية، وهتكونوا مبسوطين جدا لان انتوا هيكون عندكم اخبار حلوة او طاقة جديدة. البعض منكم بيعاني من تساقط الشعر ومن الوجع اللي في الرجل ومن الوجع اللي عامل له ضيق وخنقه في جسمه. بعض منكم هيكون في مناسبه حلوه هتطلعه من حاله الكسل والخمول والاختناق اللي هو بيختنقه من غير اي سبب. عندكم فرح وهتكونوا مبسوطين جدا بيه، او هيكون في مناسبه حلوه في حياتكم. الأضواء عندكم هتتبدل بشكل كبير، زي ما ملامحكم بالظبط هتتغير. يعني ممكن يكون القلق والتوتر واضح جدا على ملامحكم بسبب العراقيل، بس الفترة اللي جاية ملامحكم هتكون حلوة جدا، علشان هتبدأوا تبعدوا التراكمات عن حياتكم وهتبدأوا ترموها من ورا ظهركم. ليه؟ علشان شفتوا كتير، فهتبدأوا تشوفوا الحاجات الإيجابية وتشتغلوا عليها. انتوا في انتظار فترة رزق، او في فترة نقلة، او في فترة مكالمة، مستنيين مكالمة، عندكم مكالمة بخصوص حد هيوضح لكم امور، في عتاب بينكم وبين حد وهيكون في صالحكم، الله اعلم. كمان في حبة ايام، حبة الايام دي هيكون الاضواء عالية جدا عندكم، وهيكون في قعدة جميلة، وهيكون في شوية رومانسية، شوية خروج من اللي انتوا بتمروا بيه حاليا، الله اعلم. بس هيكون في فترة تقدم، انتوا هنا عمالين تشتغلوا على حاجة غايبة عنكم او على حاجة بعيدة عنكم. البعض منكم غايب عنه ورقة، البعض منكم مستني مكالمة، مستني تجديد لحاجة، الله اعلم. بس انتوا في فترة تجددات حلوة، والفترة اللي جاية دي هتكون مليئة بتيسير ورق السفر، بتيسير الورق او الحاجة اللي ضايعة منكم، او ان انتوا هتبدأوا تدخلوا لمرحلة جديدة انتوا عايزينها، مش حد عايزها، لأ انتوا عايزينها، بس انتوا مقيدين. البعض منكم مقيد، لإما في علاقة ومش عارف يخرج منها، لإما حاسين ان انتوا في سجن وكل حاجة عكس ما انتوا عايزين، او ممكن يكون عندكم حد في السجن، او حد في ضيق، او حد مريض، انتوا في طاقة زعل على حد، يعني حد انتوا مش عارفين تساعدوه ودايما بتدعوا له من عند ربنا، وفي حد من دمكم ولحمكم ماشي في طريق وانتوا عمالين تحذروا فيه وبتقولوا له ارجع من الطريق ده علشان الطريق ده خطأ. بسم الله. انفراجات 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 عليكم ماديا حرفيا، يعني انفراجات حلوة قوي. طب شايفين القعدة الرومانسية اللي انتوا هتقعدوها دي، يعني القعدة الرومانسية اللي هتقعدوها مع بعض،
وهيكون في لقاء عاطفي سريع وجميل جدا، يعني هيكون في امور عندكم حلوة وايجابية. اولا الفترة دي انتوا عندكم شوية وجع في الجسم، حالتكم النفسية بتتحسن واحدة واحدة من بعد فترة الاكتئاب والخذلان اللي انتوا عشتوه. في مال او هدية بعد، زي ما قلت لكم، لا اما خطوتين لا اما اسبوعين لا اما يومين. كمان انتوا عندكم هنا حد بيجيب في سيرتكم، الحد ده شخص غيران من نجاحكم وبيحقد عليكم، مع انكم انتوا مكرمينه جدا ومدينه حاجات كتيرة جدا، بس هو شخص طماع واناني. كمان انتوا شاغلين تفكيركم بموضوعين، شاغلين بالكم بشكل على طول، طول الوقت بتفكروا في الموضوعين دول. هنا كمان في ورقة تخص محكمة انتوا هتدخلوها، او ورقة هتخلص على خير، وفي بشرى باكتمال زواج، باكتمال خبر حمل، باكتمال حاجة جديدة عندكم. انتوا هتقعدوا في مكانة وهتقولوا الحق في حاجات هتتعرض قدامكم، وهتتكلموا بما يرضي الله، وهتقولوا لا اللي انتوا بتقولوه ده غلط، ده فيه انتوا واخدين فكرة غلط. فانتوا حاولوا الفترة دي بقدر المستطاع تهدوا شوية، وما تكونوش انتوا يعني ايه يعني بلاش ان انتوا تكونوا مندفعين قوي، لا انا مش عايزة لكم الاندفاع ده، عايزاكم ان انتوا تكونوا هاديين وتستقلوا بنفسكم خالص، علشان فيه طاقة جديدة هتقع عليكم، والطاقة الجديدة دي انتوا هتحاولوا تستغلوها. كمان عندكم المفاصل وألم في الظهر، وجعكم في وجع عندكم بشكل رهيب، وكل ده من المفاجآت اللي عمالة تحصل عندكم وانتوا مش واخدين بالكم. فلازم تخلوا بالكم كويس جدا من اي حاجة مأثرة عليكم. ليه؟ علشان الطاقة السلبية لما بتتحكم فيكم انتوا بنفسيتكم بتتعب، فعشان كده انتوا الفترة دي هيكون فترة تغيرات ليكم، وهتكونوا مبسوطين جدا بين اللي انتوا هتعملوه، علشان خاطر كمان في شخص هيكون مناسب هيدخل حياتكم وهيبدل حياتكم كده بالافراح والسعادة، وهتكونوا فعلا مبسوطين جدا. بالنسبة للعمل، العمل انتوا نافرين منه، العمل انتوا مش عايزين تشتغلوا، يعني بعد ما انتوا كنتوا بتحبوا الشغل وبتحبوا ان انتوا تكون عندكم طاقة ايجابية، العمل عندكم فيه شوية مشاكل او شوية عراقيل بمعنى اصح، وعشان كده عندكم تصفية حسابات سريعة، او بتصفية حسابات في اوقات معينة، تصفية حسابات انتوا هتبدأوا تصفوا حساباتكم، او هتبداوا ان انتوا تتكلموا مع الشخص المنافق اللي عندكم في العمل ده، وهتقولوا له انت بتاذينا، انت مركز معانا، او انت الشخص اللي كنت بتتكلم عننا الفتره دي. كمان في عين كبيره، والعين الكبيره دي عاوزه تاذيكم باي شكل وباي طريقه. لو انتوا واجبتوا على الصلاه وواجبتوا على القران والذكر في الله او للتحصيل، عمر ما حد هيقدر ياثر عليكم حتى باي حاجه، رغم ان انتوا مريتوا في فترة صعبة وفترة قاسية، وعشتوا فيها من فترة الخذلان كانت محيطة بكم، وفقدتوا الثقة في ناس كتيرة جدا، خصوصا في الناس اللي كانت قلبها مليء بالحقد وبالغل اتجاهكم، انتوا قررتوا ان انتوا تمشوا بعيد عنهم. فعشان كده دايما اقول لكم بلاش الحزن وبلاش الطاقة السلبية، كل اموركم باذن الله هتكون زي ما ربنا عايز. كمان سمعان الخبر اللي هيفرحكم في اليوم المناسب ده، هتكون فترة انتظاركم انتوا جدا ليه، التبشرات بتاعتكم كلها او الرموز كلها بتاعتكم بتدل على الخير وعلى الفرح، ومفاجآت كتيرة جدا في انتظاركم، انتوا قربتوا من الفرج، والفرج ده هيكون تغيير على جميع الاوضاع بتاعتكم ان شاء الله. ربنا هيكرمكم بمولود جديد، بارتباط جديد، في حاجة في الطريق انتوا اليها، والحاجة دي هتكون توفيق من عند ربنا، او اقدر اقول ان عتاب مع الشريك من بعد لحظة خذلان. انتوا في مناسبة هتكونوا مبسوطين جدا فيها، وبلاش ان انتوا اي حد يدخل حياتكم يديكم يديكم طاقة سلبية. كمان انتوا عليكم تسديد ديون الفترة دي، بتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تسدوا الديون اللي عليكم. البعض منكم عنده تساقط شعر، عنده مشاكل في بشرته، مشاكل في جسمه، فبيحاول ان هو يحلها، فبلا ما تقلقوش خالص. كمان انتوا عندكم انفراجات مالية، وعندك خبر مفرح بعودة الحبيب او بعودة الشخص اللي هيكون مناسب لحياتكم. ودايما اقول خدوا بالكم من قراراتكم في وقت الغضب، ليه؟ علشان وقت الغضب ده بتبقى انتم منفعلين، وممكن تقولوا كلام تزعلوا الطرف التاني وانتم مش واخدين بالكم، فلازم في الوقت ده يكون انتم كده
يعني عندكم طريقة كلام لطيفة. انا عارفة ان انتوا وقت ما بتكونوا عصبيين ما بتكونوش شايفين حتى قدامكم، بس لازم في وقت الغضب تتحكموا شوية في قراراتكم وفي الكلام اللي طالع من لسانكم، علشان ما تندموش عليه او علشان ما تخسروش حد انتوا بتحبوه او هو بيحبكم. بلاش تسرع في اخذان القرارات في الوقت الغلط. كمان انتوا هنا تعبانين من هم كبير، فربنا هيشيله عنكم بإذن الله. وموضوع متعلق بخصوص شغل أو بخصوص علاقة عندكم، بخصوص حاجة هتتغير الفترة اللي جاية، وهيكون عندك طريق انت ماشي فيه، هيكون طريق حلو أو هيكون جبر، بس بلاش عشم زايد عن اللزوم في الناس المحيطة بيكم، علشان العشم ده بيخليكم انتوا اللي تزعلوا أو بيخليكم انتوا اللي تتعبوا. العشم الزايد في الناس الغلط ده بيأذيكم انتوا، فبلاش ان انتوا تعشموا زيادة عن اللزوم، لا انتوا تعاملوا بشكل عادي جدا وبشكل يعني عادي، بلاش ان انتوا ايه تتعاملوا بشكل عامل فتقعوا انتوا في مشكلة. كمان البعض منكم بيتحمل فوق الطاقة بتاعته، البعض منكم بيتحمل فوق المسؤولية بتاعته، يعني انتوا ممكن تكونوا اتولدتوا اصلا ان انتوا تكونوا تتحملوا المسؤولية، اتولدتوا اصلا ان انتوا قد المسؤولية. البعض منكم اتولد في مسؤولية كبيرة فشايلها فوق كتفه، فوق الطاقة بتاعته اصلا اللي هو بيمر بيها، او انتوا دايما بتمروا بكل حاجة لوحدكم، مفيش حد جنبكم، اذا كان ألم، اذا كان تعب، اذا كان شيل مسؤولية، اي حاجة انتوا بتكونوا قدها فعلا بس بتتعبوا، فمحتاجين ان انتوا يعني ربنا كده ياخد لكم حقكم. فما تزعلوش، اللهم لا شماتة في حد، انتوا هتاخدوا حقكم الفترة اللي جاية وهتشوفوا تعويض ربنا اتجاهكم. كمان الفترة دي انتوا هتنزلوا وهتشتروا هدوم جديدة، هتشتروا حاجات جديدة او هتعملوا حاجات جديدة. اغلبكم اي نعم اغلبكم مستني فرح، اغلبكم تعبانين جسديا ونفسيا من كتر الالم، فربنا هيخفف عنكم وهيشفيكم باذن الله، بس انتوا ما تسلموش للتعب مهما يكون او مهما يحصل، ما تسلموش للتعب. كمان شايفة لكم طاقة ندم، وطاقة الندم دي بقالها مدة متعلقة معاكم، طاقة الندم دي على حاجة انتوا ضاعت منكم او على حد دخل حياتكم الله اعلم، او على حاجة خطيئة، قرار خدتوه غلط، امور حصلت غلط عندكم فانتوا يعني حصل شوية عراقيل الله اعلم. كمان انتوا هنا بتفكروا بشكل سريع او بشكل طول الوقت بتفكروا في الاستقرار. الفترة دي انتوا بتسعوا ان انتوا تاخدوا اي خطوة اتجاه الاستقرار، خلاص عايزين تستقروا بعد يعني اي نعم عشتوا معافرة الفترة دي، في بعض اموركم في خلاف في حياتكم الشخصية، في حد قالب عليكم الترابيزة رغم ان انتوا كويسين معاه، في امور مخالفة، بس بتغيير العتبة او بتغيير حاجة جديدة هتخليكم كده ان انتوا شايفين حياتكم بدأت تتحسن واحدة واحدة. في حد ما بيسمعش كلامكم ابدا، الحد اللي ما بيسمعش كلامكم ده انتوا متضايقين ان هو فعلا ما بيسمعش كلامكم، وبتحاولوا ان انتوا تقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط. انتوا من الشخصيات اللي بتحبوا ان الشخص التاني او الاولاد او الحد اللي في حياتكم يديكم اهتمام ويديكم تقدير ويسمع الكلام. كمان انتوا هنا بدأ يكون في توازن عندكم في الامور المادية، وهتبدأ الامور تتحسن معاكم احسن من الاول، وكمان هتحكمكم قعدة بينكم وبين شخص زي ما قلت لكم حصل بينكم خلاف، هيجيب او ممكن يحصل يعني قعدة مع حد تاني او هيبقى في امور. كمان انتوا هي يعني الشخص ده او الست دي او الحد اللي انتوا هتقعدوا معاه هيجيب اللوم كله عليكم، وهيقول لكم انتوا اللي قلتوا الكلام او انتوا اللي حصل منكم كده. طبعا انتوا ردة فعلكم ساعتها هتكون قاسية جدا، وهتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يجيب سيرتي. كمان انتوا هنا مطلوب منكم تكونوا دايما حريصين من ناحية الماديات، اي نعم مصاريفكم كتير بس ماسكين شوية، ليه؟ علشان بتحاولوا تظبطوا الامور اللي عندكم. مين الشخص اللي بيستغل فيكم في ماديات وانتوا هتحذروا من الاستغلال المادي؟ انسان بيطعنكم في ظهركم وماسك سكينة، لكن انتوا هتوضحوا الامر بفضل حد هيساعدكم هيوضح لكم الامور وكمان بأدلة، خلوا بالكم. كمان في مناسبة سعيدة جاية لكم هتبقى منفلتة الانتباه كده، هتكونوا انتوا هتكونوا ملفتين الانتباه في حاجات كتيرة جدا،
وفي حاجات هتبان قدامكم. طيب مين اللي تعبان في أرض البيت بتاعتكم؟ الحد اللي تعبان أو نفسيته تعبانة أو هو تعبان، بإذن الله هيتعافى وربنا هيشفيه. انتوا هنا بتعانوا من بعض التفاصيل، من تقلب الشريك أو من تقلب المزاج بمعنى أصح، لكن عندكم هدية حد هيديها لكم، وانتوا هتكونوا محتارين تاخدوها ولا لأ، بس هو فعلا الحد ده هيقدم لكم تضحيات وهيقدم لكم تنازلات وهيثبت لكم قد ايه هو بيحبكم، وهيكون شخص مناسب جدا ليكم. بس انتوا بعض الامور مكركبة معاكم. المتجوزين لإما انتوا يعني في جرح بخصوص الشريك، لإما انتوا قلبكم مخزن من الشريك كتير ومحتاجين ان انتوا تقعدوا معاه علشان توضحوا الامور او توضحوا الكلام. انتوا شايلين هم علاقة تانية، طرف تاني، في حاجة عندكم يا متجوزين انتوا شايلين همها، لازم تقعدوا مع الشريك وتحلوا الخلاف اللي بينكم وما بينه علشان انتوا فاهمين حاجة غلط، فلازم تتوضح الفترة دي علشان الضغوط اللي انتوا بتعانوا منها دي تعباكم نفسيا. انتوا عندكم رجوع او عندكم تصفية حسابات او عندكم فترة فيها طاقة إيجابية. ليه؟ علشان الخوف، وحتى العزاب، العزاب دايما عندهم طاقة خوف، طاقة توتر، ودايما خايفين من بكرة، والقلق واخد جزء كبير جدا من حياتهم. فانتوا عندكم هنا طاقة إيجابية، بس ما تزعلوش مني ان انتوا عندكم مرات اخ دايما بتنتقدكم، سخيفة جدا، حتى ردة افعالها باردة، ايه ردة افعالها كده مش عاجباكم، بس انتم يعني اللي هو ساكتين وبتحاولوا ان انتوا تسكتوا لحد ما تشوفوا اخرها ايه، فهي ردة فعلها بتكون سخيفة وبتكون وحشة. كمان الخوف والتردد اللي مسيطر عليكم في حال من التاني ده مخليكم انتوا عندكم تنازلات وتضحية. لا انا مش عايزاكم تخافوا من حاجة، انتوا ما تقلقوش، انتوا في عندكم انتصار وحل مشكلة سحبت طاقتكم في يوم من الايام. الفترة دي كل حاجة هتتحل وهتبقى الامور ماشية عندكم زي ما انتوا عايزين. ليه؟ لان انتوا هيبقى فيه فتحة كلام او هيبقى رأيان فتحة الفترة دي، ومن بعض الامور اللي هتكون مربحة ليكم هتسد ديون كانت عاطلة عندكم، هتشتروا حاجات بقالكم مدة عايزين تشتروها الله اعلم، بمعنى اصح ممكن تصفوا حسابات، ممكن تبدأوا تشوفوا ايه اللي انتوا عايزين تشتغلوا عليه وتعملوه. هيبقى في انكشاف سر قدامكم، السر ده مش مستخبي ولا حاجة، بس انتوا هتكونوا متفاجئين بيه، ومش هيبقى عندكم اصلا اي ردة فعل علشان هو السر ما يخصكمش، بس انتوا هتبقوا هتنفاجئوا، هتبقى في مفاجأة بخصوص السر ده، بس صدقوني مش هيكون في ردة فعل، وخلاص الامور عندكم ما هتبقى عادية جدا. كمان انتوا هنا في حاجة مؤثرة عليكم، لإما تفكير سلبي مأثر عليكم، لإما بعض المقربين مأثرين عليكم، في حد فعلا عارف يأثر عليكم وانتوا مش يعني مش راضيين بالحاجة دي، أو انتوا في علاقة أصلا مسمومة، ورغم كل التعب اللي انتوا فيه انتوا مكملين في العلاقة المسمومة اللي تعباكم واخدة من الطاقة بتاعتكم. فشوفوا انتوا الفترة دي بتعانوا من ايه، والحاجة اللي بتعانوا منها ياريت تبعدوا عنها. على الرغم من ان انتوا بتظهروا دايما القوة، على الرغم ان اطيب من قلبكم مفيش، على الرغم ان انتوا ممكن تقولوا كلام لحد يزعلوا ويزعل منكم فعلا، بس انتوا حرفيا اطيب من قلبكم مفيش. يا رب تكونوا استفدتوا بقراءتنا النهاردة وكانت خفيفة على قلبكم وجميلة، وانتظروا مني كل ما هو جميل الفترة اللي جاية من اجل عيونكم.